الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. في سنة 1934 كان الفقراء في الكويت يأتون ضحى كل جمعة عند دكاكين التجار فيأخذون ما تجود به أنفسهم، فأراد المحسن سلطان الكليب رحمه الله تعالى أن يحفظ ماء وجه أولئك الفقراء، واتفق معهم على أن يأتوا لدكانه هو فقط بعد صلاة الجمعة، ثم اتفق مع جماعة من أهل الكويت وصاروا يدورون بصناديق معهم على دكاكين التجار في ضحى كل جمعة، فلا يأخذون إلا الآنة وهو ربع ربية، مبلغ لا يكاد يذكر، ومن أراد أن يزيد فليزد. فجمعت المبالغ، فصار الناس بعد صلاة الجمعة من الفقراء يأتون إلى دكان سلطان الكليب، وعرف هذا المشروع بعد ذلك في الكويت بمشروع الآنة. صورة جميلة من صور البر والإحسان، ورائعة جليلة من روائع الإيمان، من حرص عليها فقد أدرك القدح المعلى ونال النصيب الأعلى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آسى أغنياء الكويت فقراءهم بما أفاء الله عليهم من مال، وضربوا في ذلك أروع مثال. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. لم يكن فعل الخير في الكويت مرتبطاً بحال الغنى والميسرة، بل عرف به أهل الكويت منذ عهود مبكرة. هذا يوسف الصبيح ويوسف البدر أغاث الناس في سنة الهيلق يوم الجدب والقحط، وهذا جاسم إبراهيم منحته الدولة العثمانية وساماً عالياً لجهوده وتبرعاته السنية، وهذا فرحان الخالد أحد أكبر مؤسسي العمل الخيري المشترك، والذي قام بتأسيس الجمعية الخيرية الكويتية والمدرسة المباركية، وهذه شاه الصقر تبرعت أضعاف تبرع أهل الكويت في سنة 1936 لأهل فلسطين، وهذا الشيخ عبد الله النوري الذي كان يدور الدنيا يأخذ زكوات الكويت وصدقاتهم يوزعها، وهذا عبد الله العلي المطوع حول صحراء في الصين إلى قرى زراعية مأهولة بالسكان بآبار حفرها وأشجار غرسها، وهذا أسطورة العمل الإغاثي فاتح إفريقيا في العصر الحديث الدكتور عبد الرحمن السميط الذي أسلم على يديه الملايين، وهذا عبد الله المسيلم الرشيدي أبو الأيتام الذي كان يكفل مئات الأيتام في كل عام، وهذه صاحبة مشروع طبق الخير أم الخير غنيمة المرزوق الذي بلغت تبرعاتها الدنيا، رحمهم الله جميعا. لكم الحق أن تفتخروا بهذه العصبة الطيبة الطاهرة، من بلغت أعمالهم وحسناتهم الدنيا حاضرة وسائرة، إذا سئلوا لم يبتغوا المال وجهة، ولم يدفعوا في صفحة الحق بالعذر، من البيض بسامون والعام كالح جدوبا ومطارون في الحجج الغبر، مغاوير في الجلا مغايير للحمى،
مفاريج للعمى مداريك للوتر وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما مايل البطراب من نزوة الخمر. تحول العمل الخيري الكويتي من فرد إلى ثقافة سائدة، وأفعال الرجال والنساء على ذلك شاهدة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. العمل الخيري الكويتي سبباً من أسباب رفع البلاء، فقد حفظنا الله وصرف عنا مكر الماكرين وشقاء الأشقياء. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فاحرصوا رحمكم الله على تتبع سير أولئك المحسنين الكرام، واجعلوا من هذه البلاد بلاد خير لا يشقى فيها الفقير ولا يضام. وصلى الله وسلم على محمد خاتم الأنبياء بدر التمام. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. فإن السعي في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم القريبين والبعيدين من أفضل الأعمال وأقرب القربات عند الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الخصلة الكريمة، ربوا عليها نساءكم وأولادكم، فإنه قمن بأن يصرف الله عنكم من السوء ما لم يكن في الحسبان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تلطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال. اللهم بلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مغيث أن تغيثنا، اللهم إنا نسألك يا مغيث أن تغيثنا، اللهم أغثنا وأغث البلاد والعباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وجميع الأصحاب.